عارفين مين هم الناس الحلوة؟ مش اللي شكلها حلو، لا، دي الناس اللي طبعها وأخلاقها وأصلها حلو. الناس دي هي اللي بتحلي الأيام والظروف تبتسم لك وتحاول تفرحك حتى وهي تعبانة، اللي أول ما تشوفك وشها ينور وتحس كده بابتسامتهم وتحس إنك أنت قاعد جوه قلوبهم، اللي فاكراك في دعائها بإخلاص وتتمنى ربنا يستجيب لك، اللي بيحبوا لك الخير ويتمنوا لك الصحة ويدعوا لك بالستر. الناس الطيبة دول رزق لازم نحمد ربنا عليهم وعلى وجودهم في حياتنا، لأنهم يستحقوا مننا كل الحب والدعاء والوفاء. يا رب اجعلنا من الناس الحلوة واحفظ لنا الناس الحلوة. آمين.